اختي عاد؟ صدقتيني؟ قلت لك محدش عارف عاكف جدي. هو انت ايه؟ انت هبله ولا عبيطه ولا شكلك كده؟ ولا مستنيه لغايه ما اللي يحصل يحصل وتقولي ما كانش في ايدي حاجه اعملها؟ مين جالك ده؟ انا دايما عندي اللي اعمله، وعاكف عارفك ده زين. انا الوحيده اللي عارفه سره، انا دراعه وعينه ورجله، انا اللي من غيري يعرفش يعيش. وعشان كده مش ممكن يرجع في وعده ليا ولا يرجع في كلمه قالها لي. بكره تشوفي لما ترجع لبيتك واهلك. انا بس كنت عاوزه اطمنها يا اخوي. عندك حق يا هنادي، انا ما اتمنتش مخلوق على سر غيرك، وما تشيليش هم، هي هتطمن لوحدها. عارفه يا هنادي، انا ما حبيتش حد في الدنيا كلها جد امي الله يرحمها، بس انا امي الله يرحمها لما وقفت في طريقي قتلتها. انت غالي عندي صح، بس مش هتكون اغلى مني. انت اللي عجبت على نفسك بالاعدام يا هنادي. لا في الجبلاوي ما ينفعش اعيش واصبعه تحت درس حد يا هنادي. انت اللي حكمت على نفسك بالاعدام يا هنادي، انت اللي حكمت على نفسك بالموت. مع السلامة يا هنادي. لا لا، مع السلامة. لا. مع السلامة يا غالي. لا مش بني آدم. لا حرام عليك، حرام عليك. لما تبقي تحصليها قول لها عاكف الجبلاوي بيقول لك غصب عني.